معكم شوبير دي زيت كالعادة، معكم مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نردوا على التصريحات تاع بعض مدرب ولا مدلك ولا فاب دو ميناج ولا مازال الان ما باش. وحنا المعلومات الاخيره اللي راهي عندنا بي سنة الإهانة تاع الاتحادية الجزائرية للصحافة باغية تغلط الرأي العام، وهذه غادي ننتقد الصحافة، خاطش علاه ننتقد الصحافة والمحللين هما ماهمش محللين، هما أصحاب دعايات في البلاطوات ماهمش محللين، خاطش علاه شنا زاتشي عطاوه ممثل في أبسط شيء وهي في الكاب، خاطش عليه هذا الانسان ميجا الاتحاديه ما جاش يعمل باش يعمل باش يدير دبلوماسيه مع لي زافريكا مع الرئيس الاتحاديه، لا لها غير لهنا طرد فلان طرد العساس الفلاني طرد كويزيني يجيب كويزيني واحد اخر طرد فلان طرد فلان، قعد غير هنايا ما خرجش. ونعاودو نولو الموضوع تاعنا تاع الصح، وهما الصحافة. كي نقول الصحافة يعني الصحافة هما سبب المهازل لكرة القدم الجزائرية، خاطش عليه صحاب الدعايات تاع البلاطوات، خاطش عليه ما خاطش ناس اللي ما يحترفوا حتى حاجة، ناس اللي ما يحترفوا حتى حاجة، وهي شناهم نغيز إطار جزائري متكون أحسن تكوين، كان مدرب طلع فرق من تحت حتى الأقسام العليا، الأقسام العليا شناه كيفاش كان مع الناخب الوطني وهو غوركيب الحاج محمد راوراوا، كي جاب نغيز باش يخدم مع غوركيب باش يدي الخبرة من عنده باش يدي نقاط القوة تاع الإنسان اللي يكون قوي اللي تكون عنده شخصية قوية. خاطش علاه غوركيب علاه نعترفوا بغوركيب، غوركيب التلميذ تاعو راه أحسن مدرب في العالم، على هذيك نعترفوا به. حنا هذو صحاب الدعايات تاع البلاطوات، هذا بوحنيكه مي قال لهم هذا شوف بنادم كي داير، بوحنيكه اش تا قال على نغيز؟ قال لهم هذا ناكيرا، هذا إنسان هذا نغيز مدرب المساعد ناكيرا، عاد تشوف وين وصلت، وين شوف التحريض كي داير، شوف الكره كي داير. تاع اللي ما يموت واحد كانوا يخدموا كانوا دعايات، خاطش على دايرينهم تاع يقولوا لهم اشكروا واحد طيحوا واحد طلعوا واحد، خاطش ما عندهم حتى شخصيه وما عندهم حتى قيمه راجل، خاطش على الناس هذو تاع دراهم يجوا يقعدوا بلاطوات يقولوا بو عليك شو كل ماشينا تك 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 هاوي تحبس تك 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 هاوي يحبسوهم يمشوهم كيما يبغوا. ما كاينش صحابي، احنا ما عندناش صحابه، احنا والله ما نسعوا صحابه، خاطش على احنا كنا نقولوا هذاك توفيق واحد من بعد اكتشف توفيق واحد صديق تاع سعدان، على هذيك شويه راه يسكت راه ساكت، خاطش على سعدان الو توفيق مع الشيطان صايك كلش يحبس فم يقعد انتقاد غير فمك، خاطش النهار الاول قدام نجيب سعدان كان ينتقد صباح وعشيه، بصح روحوا شوفوا الجرائد تاع الشرا يتكلم لا كاش دروك نعاودوا يعاود يراجع نفسه ويعاود يولي راجل، خاطش علاه ما راش الصحابة كيفاش قلت لكم الصحابة هما سبب المهازل وسبب تحطيم الفريق الوطني وسبب تحطيم الجزائر، علاه نقولوا كيما هكا؟ خاطش هادو آلات متحركة الناس تتحكم فيهم، كوبيات الناس تتحكم فيهم، طلع دعايات أصحاب دعايات ماشي صحابة ولا ماشي محللين، هادو ناس تاع دعايات، ناس قاعدين للدعايات برك، يجوا البلاطوات تاع دعايات، خاطر ماهمش محللين لا باش تعلم، هادو ما شفناهمش حلوا لنا مقابلة بمعنى الكلمة. هذا يدل كيما هكا على لا غوش بو دير تشوكا دير بلوتري ايا بو ايا طلع الشبكه، هذا ما يهضروا ما عندهمش حاجه زياده ولا وحده ولا ساكتين على الحق. علاه نقولوا ساكتين على الحق؟ خاصنا نعقلوا حنايا كيما هذا بشي هذا ماجر هذا 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 بوحنيكه هذا كاع الصحافه كاع اللي كانوا يجوا للهداف، خاطش نجمو نقولوا الاتحاديه راهي في الهداف، اللي كانوا يجوا للهداف كاع راهم خدامين في الاتحاديه، نجمو نقولوا الاتحاديه الجزائريه راهي في الهداف، رئيس الاتحاديه وهو بوحنيكه، النائب تاعو بالشيخ،
هذه راني نعطيكم فيها، مانيش نقصر ولا تقولوا بلي راه يقصر عليهم، لا هذه حقيقه، هذه صح. خاطش المناصب توزعوا، المناصب توزعوا، شوفوا سبحان الله، راه اللي يجي للهداف راه في ليكيب ناسيونال، وراهي كاينه قائمه منهم، كاين ماندي غادي يطرد، بن طالب غادي يطرد، كيسموه طايدر غادي يطرد، غلام غادي يطرد، زيدو شكون، ابراهيمي غادي يطرد، هني غادي يطرد، سعيد دريس سعدي ما غاديش يولو يعيطولو، كاين هادو بالمطول بالدو ماتش تروا ماتش غادي تشوفوهم. شي نقولكم كونت نيجيريا، كونت نيجيريا غادي يخدموا على السماوات تاعهم، ماجر غادي يجيب المحترفين باش يربح، في طول تطلع له ديك شويه لاسومب، هذيك شويه ريسبيراسيون يولي ريسبيري مليح. خاطش علاه مانيش نتهمو فيهم ولا، هذه حقيقه، لا ليست محطوطه في الاتحاديه، محطوطه في البيرو تاع سعدان، وهذا رافق واحد راه على بالو اش تا كاين، بصح راه ساكت. هذو يقارعوا الواحد يطيح، ولا يقارعوا الواحد يكون نايض ويكون معاه، هذا ما كان ما عندهمش حاجه وحده اخرى، هذو تاع ماده يحوسوا على الدراهم، وين كاين دراهم، هذو الناس تاع دعايات. انا نقول للصحابه، كي نقول للصحابه انا مانيش غلط، بالك الشعب لاحظوا كانوا يتكلموا هذو اصحاب بلاطوات الدعايات، اصحاب بلاطوات الدعايات ماهمش محللين، قعدت نشوف نميز 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 باش نعطيهم اسم جديد، كنا سميناهم معبد امون، سميناهم من سم، بصح لا، قعدت نشوف كاين صحابه للدعايات، كاين هذو ماهوش محللين رياضيين، هذو راهم اصحاب دعايات يبيعوا الذمه تاعهم، ما عندهم حتى شخصيه، والله الشخصيه ما يسعوها، دايرينهم يتحكموا فيهم، طلع واحد هود واحد، طلع واحد هود واحد، ما عندهمش شخصيه، ما عندهمش علاش يحشموا، ما عندهم على حتى حاجه، ما عندهم والله العظيم ما عندهم بذره، هذا البونتو تاع الدخانه والله ما يسعوه، أعطيه الدراهم يقلع السروال، تعطيه الدراهم السروال يقلعوا الروح، والله العظيم تعطيهم الدراهم يقلعوا السروال وحدهم، والله ما تعب روحك، على هذي رانا نقولوا عليهم كيما هكا، أصحاب دعايات الصحافة وأصحاب الدعايات شنو كانوا يتكلموا، وين راه السيبي، أعطونا السيبي، أعطونا السيبي تاع بوركيف، أعطونا السيبي تاع حليلو، أعطينا السيبي، أعطينا السيبي، أعطينا السيبي، أعطينا السيبي، أعطينا السيبي، حنا قعدنا نقارن الصحافة دير ضجة كبيرة ويتكلموا الحقيقة، الحقيقة وهي ما تكلموهاش، نهار اللي جمع معاهم قابلهم ماجر ما كاش اللي قالوا عطينا السي في تاعك، ما تعطيني السي في، أنا واحد كون جا واحد جا راجل صحافي بمعنى الكلمة، أيا ودالو كيما هكا ماجر عطينا السي في تاعك كمدرب، ما تعطيني السي في تاعك كلاعب، أنا مانيش نقول لك لما ماركيت، انا مانيش نقول لك لما ماركيت ولا كنت من لعبت ولا وين لعبت، كنت تولي في الصح الى كيما هاك مارادونا يردمك بكره، تولي في الصح بولي يقعد عليك ما تبانش، لي جوار كبار بيكامباور تما ما تبانش، نتايا الناس نتايا لي كوب ديمون بليكوب ما حضروش، ونتايا راك تهدر، انت راك تهدر راسي محمد، انت راك تقول لهم بلي انا تخرجت من البلاطوات، بلاطو ماهوش، ما فيش استاذ، ما كنتش تقرا بالورقه وستيلو تخلطنا، ما تقولناش بلي انا صحاب، صح صحابه، صحابه عيانين، صحابه عندنا عايه، صحابه عايه، صحابه مكان، والله العظيم ما تحشموا، حشموا كان جيتو تحشموا ما تسكتوش على الكلمه تاع بلاطو، نجم تيقول لك انا في البلاطوات، عيب عليكم على بالك بلي حشومه، بلي والله ما تسوا، انتوما بانيك والله ما تسوا بجرام، الصحابه اللي راني نهضر عليهم انا. خاطش علاه واحد جاهل قاعد يخاطب فيكم، تبقى تشوف فيك انت يا نقولك صحابي وين قريت، تقول لي انا قريت جامعه لا ليسونس، صحابي انت فلان فلان، بصح قاعد واحد يواجه بكم بالكذب ويتهم في ناس ويعاير في ناس ويتهم، وكان هو من اوائل اللي حطموا الفريق الوطني الجزائري، كان بالدراهم يقعد في البلاطو يقعد يعاير في الجزائر، كان في البلاطو يقعد داير دعايات في الجزائر، ما يجوش يحلوا مقابل، كانوا دايرين دعايات يعايروا في الجزائر،
يعايروا في الفريق طيحين كاع القيمه تاع الجزائر. الشعب الجزائري كاع فرحان هما يطيحوا في القيمه تاع الشعب الجزائري. هيا يجي يقول لك انا كنا نخدموا